انا معايا على التليفون الاستاذ علاء الكحكي. اهلا بيك يا استاذ علاء. اهلا بيك يا استاذ خالد، تبارك الله. بقى انا شايفك يعني طبعا النهارده ظاهر منور في اليوم السابع، اهلا بيك. وخليك مبروك على المقر الجديد وحاجه ما فيش ولا اروع، وانا موافق على فكره انها يبقى مزار للمدارس عشان الاطفال الصغيرين يطلعوا يشوفوا زي ما كانوا بياخدونا زمان ويخلونا نزور مصر الالبان وغيره وغيره ودار الهلال. يعني الحقيقه حاجه ما فيش اروع من كده، وحجم التكنولوجيا اللي موجوده طفره في عالم الصحافه الالكترونيه والصحافه المطبوعه. الحمد لله، بشكرك طبعا لله. انت علاء وابو احمد ابو هشيمه ومجلس الاداره الحقيقه على اللي انتوا عملتوه يعني مع اليوم السابع، لانه نقله كبيره. والحقيقه النهارده مكلفة. احنا بنتكلم على القصه بتاعت اطلاق اسماء رموز الصحافه. للامانه الراجل وافق في دقيقه، وكان مرحب جدا جدا اكتر مننا بكتير الحمد لله. يعني الحمد لله. قول لي بقى علاء، انت يعني اكيد انت فاهم القصه من اولها لاخرها. لا هو بس يعني قصتي دي ان شاء الله باذن الله انا ابسط او اقل بكتير من القصه اللي انا بصراحه عايز اكلمك فيها. انا لافت نظري جدا الموضوع بتاع تركيا اللي انت كنت بتتكلم فيه في الاول. هو واضح انا عاده ما بحبش اتكلم في السياسه، بس انا هتكلم كمواطن مصري بصراحه. هو واضح ان اردوغان فقد عقله، يعني الراجل مش مصدق اللي بيحصل. واضح ان هو حاول يحاصر مصر من كل حته ولم يستطيع محاصره مصر بطريقه او باخرى. واضح ان احنا اخذنا له كل حساباته، وكلامك مظبوط، واضح ان هو بيدور عنده حلم الخلافه العثمانيه من اول وجديد. واضح ان هو عنده عقده من الجيش المصري بشكل عام او من مصر بشكل عام. بس انا هقول لك بصراحه، انا شايف ان هو معنى ان هو بقى موتور للدرجه وخرج عن كل الاطر الطبيعيه في الخلاف ما بين الدول، ده معناه ان هو فقد السيطره على نفسه وعلى مقاليد الامور. وانا شايف ان احنا لازم نركز في بناء مصر، مش في الخناق معاه بشكل عام، لانه واضح ان هو ماشي في اتجاه، وانا اعتقد ان هو اللي يحاول يشغلنا بطريقه او باخرى عشان نخرج عن اهدافنا وتركيزنا في اعاده لملمه يعني شمل البلد والناس ونبني ويبقى في صناعه واستثمار وزراعه وكل مجالات التنميه اللي موجوده يعني. فانا شايف ان بصراحه الراجل انا مستغربه، المفروض يركز جدا في بلده. انا مش عارف ازاي يبقى عندك كميه المشاكل دي في بلدك وقاعد مركز مع بلاد تانية. انا بطلب منك بقى على الهوا بعد اذنك توجيهاتك بقى لنهار اليوم وفريق الاخبار المتميز اللي في نهار اليوم يعملوا لنا فيلم تسجيلي عن سلسلة القمع اللي اتواجدت في تركيا عبر العشر سنين اللي فاتوا دول بالصور، ويوردوا للناس فيلم تسجيلي. أرجوك يعني فيلم تسجيلي كبير إزاي مسلسل القمع اللي كان موجود في تركيا الفترة دي. والله أرجوك خالد، أنا برجوكم وبتمنى ده، إن لازم يحصل الموضوع ده، لأن عنف الأتراك بشكل عام ده طبيعي جدا في طبيعتهم البشرية وفي الثقافة الخاصة بيهم، سواء حكام او كانوا، يعني مش عايز اغلط في حد طبعا، الناس كلها يعني الاتراك كشعب محترم وكل حاجه، بس ارجوك يعمل كده عشان الناس تعرف ان ما ينفعش واحد يبقى يعني اقول لك ايه باني طريقه، يعني ما ينفعش واحد يبقى فيه كل العبر ويطلع يتكلم عن الناس. صحيح. او يحارب دول، على الاقل احنا شعب مهما حصل مسالم، عدينا بثورتين ما حصلش فيهم ازل، يعني الاعداد لا تذكر، يعني قمة في يعني حتى الخلاف كله على بعض. فيعني أنا شايف إن إحنا لازم نكشف حقيقة أردوغان ونظامه. صح. وأكتر نقطة لازم تركز عليها هو إن إزاي في نظام ديمقراطي في تركيا والراجل يتنقل كل السنين دي من رئيس وزراء لرئيس دولة. ملاكي يقلبوها ملكية. دستور ملاكي. والله يعني ديمقراطية ملاكية ديكتاتورية، مش فاهم اللي بيحصل بصراحة. طب قول لي بقى، طب هاخدك بقى من اردوغان، يعني انت في ايه ولا في ايه دلوقتي انت مهموم؟ هو انا قول لي بقى ايه حكايه الهروب والاشاعات والستات والفنانات اللي لا ده انا طلعت جبار، ده انت مش عارف انا طلعت جبار. لا بص هقول لك على حاجه، انا مش هنزل لمستوى نفس الحديث او الحرب القائمه. هو معروف مين اللي ورا القصه دي كلها، ومعروف اللي بيتكتب ده بيتكتب لمصلحه مين وايه الهدف وايه التفاصيل، لان لو بصيت كده على الموضوع مره يقول لك ده تبع الاخوان، ما غريبه قوي. وانا افهم اللي انا عارفه والله اعلم، بس هنتاكد يعني ان انا كنت على قوائم الاعتقالات رقم 7 في 28/5 يعني
28/6 انا اسف ماشي. وبعدين فجاه يقول لك ده مخبر اللي مش عارف مين. يا اخي بقى كفايه، هو احنا طب نفتح الشباك ولا نقفله؟ يعني انت اخوان ومخبر امن دوله في نفس الوقت. حاجه غريبه قوي ما شاء الله، بتجمع كل الحاجات اللي هو واضح ان انا ادهم صبري الرجل مستحيل. انا يعني هلخص لك الموضوع، احنا تقدمنا بالبلاغ، هنمشي بالقانون وهنمشي بالاصول الاعلاميه، لان لو رجعت ثلاث ثواني كده النهارده واحنا بنتكلم هتلاقي الخطاب بتاع الرئيس يوم 3/7 البيان اللي حصل كان بيتكلم فيه على الرساله الاعلاميه، وان الرساله الاعلاميه لابد ان تخلو من السب والقصف والابتزاز. اللي بيحصل كله غير طبيعي، انا مش شايفه ابتزاز اكتر ما هو بالاجره، يعني اللي بيحصل كله لمصلحه حد تاني. هي قصه سلامه اللي انت قلت عليها، لكن هقولها لك بما ان كده، هتلاقي لو بصيت شويه هتلاقي في كل زمن بيحصل فيه غزو، اي مكان غزو فكري او غيره، هتلاقي فيه ولي عكا الخاين اللي بيقبض فلوس وبيبرر زي ما بيفتح البوابات، بيفتح البوابات للخواجات. واللي كانوا بيتاجروا في الأرنوس زمان وكل حاجه موجودين في كل زمن. موجودين. فاحنا نتحمل القصه دي لان احنا مش هنتراجع عن فكره المواجهه اللي حاصله، والحمد لله ان هم فشلوا في حاجات كتير، حبوا يسيطروا على مش عارف الدراما قفلنا جزء كبير منها بالرغم من الاموال الطائله اللي موجوده، حبوا يسيطروا على الكوره قفلنا لهم جزء كبير جدا وخطير فيها، حبوا يسيطروا ولن نسمح بالسيطرة على السماء المصرية أو الإعلام المصري إن يتم السيطرة عليه من أي حد خارجي، أي مكان، قصة ما هيش قصة جنسية، هي قصة إن إحنا مقدراتنا ومصيرنا في إيدينا. سمين. ولما بيتريقوا على حكاية الأمن القومي يطلع يقول لك فلان الفلاني المنافس الشريف، على طول تقرا ما بين السطور هو يعني لصالح مين؟ ومع ذلك أنا هقول لك هو الموضوع ما هوش بس أنا عندي تعليق، هو أنا ما أعرفوش أصلاً. هو كان في كلام على ان هو عايز مره اعلانات ومره مش عارف ده اللي هو مين يا علاء؟ انهي فيهم بتقصد مين اللي ما تعرفوش؟ لا اللي بيشتمنا اللي بيشتمنا ما انا مش اللي هو يعني صاحب ابن صاحب الجرنان يعني الاداء يعني الاداء أوكي. الاداء خلاص. لكن ملخص الموضوع، انا بحترم جدا الاخ الاستاذ عصام اسماعيل فهمي، وانا زرته في بيته من سنين طويله، واحترم يا رب ربنا يشفيه ويديله الصحه. لو كان الراجل عنده القدرة على العمل والله ما كان حصل ربع ده. صحيح. الدنيا صعبة جدا، ده كان هيبقى في معسكر الإعلام المصري والدور المصري، مش في معسكر تاني. الحقيقة أنا آسف، بس أنت لما تدور على مين بيشتغل عند مين وبيشتغل فين وبيعمل برنامج إيه هتفهم المشهد كله، وإنها مجرد تراشق إعلامي بس وصل لشكل متدني إلى أقصى درجة. أنا عجبني الأستاذ أحمد اللواري، والحقيقة لفت نظري لحاجة مهمة جدا أنا والله ما فكرت. إحنا فعلا بنشتغل في 4-5 مؤسسات إعلامية، نشتغل فيهم أكتر من 1200 واحد، يعني أكتر من 1200 أسرة. أكتر من 1200 أسرة، أنت بتشتغل لصالح مين؟ أنت بتعمل ده لصالح مين؟ وبعدين أنا عملت لك إيه؟ أنا ما أذيتكش أصلا، أنا ما قربتش منك. ماشي؟ وما أعرفكش ومفيش حاجة. اخر مكالمه كانت ما بيننا من سنه ونص كان على اعلانات، وقلت له يعني انا بنزل باعلانات للقناه النهار وهنا وهنا على المؤسسات اللي احنا بنعمل معاها تبادل اعلاني وغيره 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 ماشي، وان شاء الله باذن الله خير. مش معقول للدرجات يعني، الموضوع مش للدرجات. فانا بقول لك اولا في ربنا فوق سبحانه وتعالى قبل اي حد. نعم بالله. نمره 2 الحمد لله لم اتراجع، وما رجعت من السفر مخصوص عشان ما حدش يشاع عليا ان انا عندي حاجه عشان اهرب منها خارج. ده انا في احلك المواجهات في شيكات ومشاكل عبس ما سبتش البلد، قعدت وكنت بروح المحكمه بنفسي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ انا عارف. في ايه دلوقتي اعمله؟ لا يعني في ايه عندي اساسا؟ يعني عشان خاطر بتخانق مع مؤسسه لصالح الاعلام المصري، على فكره قناه النهار واليوم السابع وكل المؤسسات الاعلاميه بتاعتنا بفضل الله ماشيه كويس جدا ماليا واستثماريا وبنتوسع، وكنت شايف الحمد لله ناقلين في مقر بسم الله ما شاء الله الله اكبر، هو الاحدث الحمد لله. يعني الاحدث على الاطلاق. نمره 2 الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه اللي حضرتك بتكلمني منه هو احدث استوديو في الشرق الاوسط تقريبا في كل تجهيزاته الحمد لله. فاحنا انا مش فاهم احنا عملنا يعني، انا عملت يعني عملت ايه؟ ما فيش حاجه. مش هتراجع عن فكره المواجهه. انا على فكره نصحوني كتير، قالوا لي انت ليه متصدر في الخناقه؟ دول هيستلموك، دول هيسلطوا عليك مش عارف ايه. انا بقول لك انا لسه بحكي للساده المشاهدين ان انا حاولت اتدخل، يعني يمكن ما قلتلكش انت القصه دي، لسه بقولها دلوقتي. والله يعني يا جماعه ومش خد بالك لو انت هتتكلم في الموضوع او كده انت كمان هتشتم. يا سلام. طب هو انا هسألك سؤال عشان انت بتقول لي انت في ايه ولا في ايه في اول المكالمه. هو لما يبقى في حجم الزخم اللي موجود في الامم المتحده
وفد من مصر من اعلاميين ورجال سياسه ورجال اعلام وعلى راسهم رئيس الجمهوريه، ويحصل لقاءات كتير. هو احنا المفروض نركز مجهودنا على التركيز وعلى تعريف المصريين باللي بيحصل ايا ما كان هو ايه، وتكريس كل الجهود على ده ماشي، ولا على ان احنا نقعد نشتم في بعض؟ ما هو دي المأساة والله يا علاء، يعني والله دي المأساة. هقول لك الصورة الأكبر بس الأبعد شوية، هي الخطة اللي هم حطوها من ثلاث شهور أو أربع شهور، هو فكرة إن هم يخلونا ناكل في بعض فنفقد تركيزنا طبعا، فكرة فرق تسد. حتى الناس مش هترجع، الناس مش هتحترم الناس والإعلاميين وهم بيتخانقوا الخناقات دي، مش هتحترم المؤسسات دي. جدا جدا جدا، هو ده الهدف، هو المطلوب إن احنا نقعد نخبط في بعض، وبالتالي هم يخشوا في وسطينا ويعملوا اللي هم عايزينه والكلام ده كله. فانا بقول لك ان شاء الله باذن الله في ربنا فوق، ثم في قضاء عادل وفي نائب عام ويبصوا على الاتهامات دي، وانا راجل كتاب مفتوح. وبعدين بيزجوا باسماء الاجهزه الامنيه في كل كلمه بحاجه بفجر غريب جدا، انا مش مصدق. انا مش مصدق. وبعدين في ايه؟ البلد كلها، كل مؤسسه الدوله بتشتغل لمصلحه الدوله، واحنا في ايه ولا في ايه؟ عمال تخوف ده وتخوف ده وتخوف ده وتخوف. يعني الارهاب ممكن يؤدي على فكره الى انه ناس كتير مستثمرين ما يشتغلوش، احباط عام، فكره ان الجرايد اللي بقت مطاوي، فيعني لو ما طلعتش مش هطلع عينك. بص يا خالد، الارهاب لم يصبح مجرد قنابل وغيره وغيره واعتداءات بدنيه والكلام ده كله. الارهاب ارهاب فكري، بتقعد ترهب الناس يمين وشمال وتخوفهم والكلام ده كله. وبعدين انت لو مسكت الجورنال وقعدت تبص عليه، يا اخي في اعداد مشطوب فيها 10 انفار مره واحده ولا 6 انفار، الله اعلم، مش عارف. وخد بالك لما بيصالحوهم بيشكرون في العدد اللي بعده. لا ده انا عندي صفحتين اقول لك قالوا على واحد. عايزك تتشكر بقى العدد اللي بعده بقى، يعني اب بحاجه علاء، اب بحاجه بقى يا اخي. يعني بص، ده مره واحد اتقال عليه ان هو تاجر مخدرات، وبعد شويه قالوا عليه راجل وطني شريف وبتاع، مش معقول. والاعداد عندي يعني، انا بعتها لك يعني عشان تبقى مش معقول، مش معقول. وعلى فكره احنا ما بنقولش كلام كده مرسل، احنا معانا كل حاجه مظبوط يعني كده، وفي حاجات حصل قبل كده، تعويضات اتحكمت لصالح ناس اتشتموا بارقام كبيره جدا جدا جدا، ما اقدرش اقول اسماء لان اصحابها هم احرار ان هم يتكلموا في حاجه زي كده. تمام. فيعني يعني عيب، وانا مش عارف هو مين الهدف ومين اللي بيحرك او مين اللي اقنع الناس دي انها تمشي في الطريق ده بطريقة أو بأخرى. يعني اللي أنا عايز أقوله لك، مين اللي أقنعهم؟ مين اللي يعني بيشتغلوا لمصلحة مين؟ عشان إيه؟ عملت لهم إيه؟ ولا أنت عملت لهم إيه؟ ولا فلان عمل لهم إيه؟ ولا الدكتور السيد التوي عمل لهم إيه؟ ولا وبكرة تلاقي فلان بعدية وبعدية وبعدية. صح. واخديننا بالدور، واخديننا بالدور. على العموم أنت لجوءك، مش هنتراجع. لجوءك للقضاء دي مسألة محترمة وكويسة، أو للنقابة الصحفية، أنا عارف أنت كمان بقدم شكاوى في النقابة. وانا بعتقد انه رغم ان انا ما بحبش الخناقات اللي هي بالشكل ده ما بين الاعلام وبعضه، لكن لازم هذه الظواهر هي يتحط لها حد، يعني يبقى ليها نهايه. مش معقوله يبقى الباطل هو اللي يتسيد. انا مع المعارك لما يكون في موضوع يخص البلد، مش لما يكون في تصفيه حسابات ومعارك جيوب. بشكرك جدا استاذ علاء الكحكي على وجودك معايا، وبشكر صبركم على ان انتوا استحملتوا موضوع من الموضوعات اللي مش ما كانش المفروض تبقى موجوده كده، بس للاسف لازم يبقى في وقفه. ما هو مش معقوله يبقى كده يا جماعه. وده مش حمايه لعلاء الكحكي او تعبير عن حمايه مؤسسات اعلاميه بتتعرض لهجمه بالشكل ده، لا لا لا، ده كمان حمايه لاي واحد من حضراتكم او لاي رجل اعمال ممكن يتعرض لهذا النوع من الابتزاز ويخاف ويتخض ويروح يدفع او يقبل باللي ما يقبلش، مش اللي ما كانش المفروض يقبل بيه. لا، ما يصحش، ده مش المفروض يبقى موجود في مصر بعد 30 يونيو وما قبلها او في المستقبل. مش المفروض ان ده يحصل، ومش المفروض ان دي تبقى الطريقه. فاي واحد مظلوم بقى في حته في جورنان ده او غيره، لا، يلجأ للمؤسسات المحترمه تعرض له قضايا بشكل حقيقي، وزير كان، رجل اعمال كان، موظف عام، موظف خاص، فنانه من اللي بيتعرضوا لتشريح كل يوم لابتزاز وحش بطريقه فجة في بعض هذه الصحف. لا 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 لا، إن الحسنات يذهبن السيئات. لازم دورنا احنا بقى كإعلام نرى في أنفسنا إن احنا إعلام جد وبيشتغل لمصلحة البلد، أو هكذا نرجو من الله أن نكون. لا، تعال بقى، تعال أعرض لنا مشكلتك بقى هنا، وإحنا هنقف قصاد هذه الظواهر. ما ينفعش منطق المطاوي بعد كده، عيب.
عيب ان مصر يبقى فيها كده.